السماء يا مدينة الرباط يا أجمل مدن أفريقيا مدينة الرباط. ما هذا الروقان في مدينة الرباط؟ معلش كنت مبسوط شويه. فالمدينه اللي احنا فيها بتديك احساس بالروقان والسلام، احساس كده بيخليك كانك طاير في السماء زي ما كنت بغني من شويه. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده على قناه كانك هناك من مدينه الرباط بالمغرب، وما زلنا مستمرين باكتشاف اجمل واهم معالم المدينه. فشفت حاجات كتير حلوه الحلقه اللي فاتت، والنهارده ان شاء الله هنشوف حاجات كتير جميله تانيه. ولو عايز تكتشف معانا مدينة الرباط الجميلة فاشترك في القناة وجهز نفسك لمغامرة جديدة. فوانت في بيتك هتسافر معانا فورا، وبدون ما تروح المطار ولا تركب طيارة هتسافر معانا إلى مملكة المغرب وعاصمتها مدينة الرباط كأنك هناك. ويلا بينا. هنمر تاني من جوه المدينة القديمة علشان نشوف شيء مختلف. هنشوف واحد من أشهر شوارع المدينة، الشارع اسمه شارع القناصر. بيعد شارع القناصر واحد من أقدم وأشهر شوارع مدينة الرباط المصنف ضمن المعالم التاريخية للمدينة. في الواقع بيرجع تاريخ المكان ده لأكثر من 500 سنة. ففي سنة 1609 طرد الملك فيليب الثالث ملك أسبانيا جميع الموريسكيين اللي كانوا عايشين عنده، والموريسكيين هم الأشخاص اللي من أصل مسلم أو مغربي أو عربي، طردهم كلهم من أسبانيا، واستقر عدد كبير منهم تقريبا في المنطقة هنا. وبيقول التاريخ إن هم وصلوا لأكثر من 14,000 مهاجر وصلوا هنا وعاشوا في مدينة الرباط وسلا الموجودة جنبها في سنة 1627. وبيقول التاريخ كمان ان هم شكلوا قاعدة للقراصنة اللي كانوا بيصطادوا السفن التجارية حوالين شواطئ اوروبا الغربية. ففي الوقت ده اصبحت المنطقة الواقعة اسفل منطقة القصبة اللي كنا جايين منها من شوية على الضفة الشرقية لنهر ابو الرقراق اصبحت مختصة بالسكان وشريان مهم للطريق اللي داخل على المدينة. وخلال الفترة دي جاء السفر الاوائل المنطقة هنا عشان يتفاوضوا على اطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى القراصنة. وكان واحد من اشهر القناصل دول واحد اسمه لويس شينيه اللي كان ابو الشعر الفرنسي المشهور أندري شينيه اللي خدم هنا من سنة 1768 لسنة 1782 ممثل لمملك فرنسا. وبموجب الموعدة الموقعة وقتها مع السلطان سمح للدبلوماسيين الأجانب إنهم يرجعوا يشتروا مواطنيهم من أسر القراصنة في سوق الغزال في المنطقة هنا اللي أصبحت منطقة المفاوضات الخاصة بالأسرة. وعشان كده اتسمت المنطقة شارع أو حي القناصر، لأن القناصر اللي جم هنا فضلوا مقيمين لقرون طويلة بعد كده. ولغاية النهاردة لسه موجود مساكن لبعض المبعوثين الدوليين زي المبعوث السويدي والدنماركي والهولندي اللي بيوتهم موجودة قريبة من هنا. اما اللي يهمنا كسياح فشارع القناصر يعد واحد من الاسواق المهمه لمنتجات الحرف اليدويه اللي بتشتهر بيها المغرب، زي السجاد التقليدي والبسط والمجوهرات والجلود والحرير والمصابيح والاساس الخشبي، واكيد البابوش التقليدي والملابس الفضفاضه والزي الشعبي المغربي والجلاليب والنعال اللي بيحب يشتريها السياح، وغيرها كتير من الحاجات الجميله الاصليه. وممكن تعمل زيي، فأنا ولا جاي أشتري ولا أهتم بالأسواق، ولكن أنا جاي أعيش التجربة المغربية وأحس بنبض الشارع المغربي وروح المغرب لما أمشي وضيع في زحمة أسواق المدينة. يا ترى أروح يمين ولا شمال في البلد الكبيرة دي؟ احنا رايحين ناحية حاجة اسمها ضريح الملك محمد الخامس وصومعة حسان، اعتقد اهو على الشمال. وصلنا حاجة اسمها نصرة 16 نوفمبر زي ما انتوا شايفين، او ساحة 16 نوفمبر. مش هنطول فيها كتير، ولكن هحكي لكم بس ليه سموها 16 نوفمبر. طبعا 16 نوفمبر هو تاريخ متخلد في الذاكرة المغربية،
فبعد ما نفت سلطات الاستعمار الفرنسي الملك محمد الخامس خارج البلاد سنة 1953 نتيجة لمساندته حركات التحرر الوطني المغرب، نفته أول شيء لجزيرة كورسيكا وبعدها لجزيرة مدغشقر، ولكن تحت ضغط شعبي مهيب كانت عودته للمغرب في تاريخ 16 نوفمبر سنة 1955، العودة اللي مهدت بعد كده الاستقلال اللي كان بعديها في سنة 1956. وكان أول شيء عمله الملك الراحل لما رجع من منفاه إنه صلى بالشعب جماعة في الساحة دي يوم 16 نوفمبر، عشان كده الساحة والحديقة دي اتسموا باسم 16 نوفمبر عشان يخلدوا الذكرى الجميلة دي. وأكيد هحكي أكتر إن شاء الله، بس نوصل لضريح الملك الراحل محمد الخامس. يا جماعة البحر والهواء اللي هنا شيء يرد الروح، لازم اللي يجي على المغرب يجي يتمشى في الحديقة الجميلة دي. وبعد مشية طويلة يمكن 2 ولا 3 كيلو وصلنا أخيرا لضريح الملك الراحل محمد الخامس. شايفين الجمال؟ دول بيكونوا الحرس الملكي المغربي اللي هما بيحرسوا المكان. وضريح محمد الخامس بيكون المسوى الأخير للملك المغربي الراحل محمد الخامس اللي توفى سنة 1961، وتم تشييده مقابل صومعة حسان الموجودة في ساحة اسمها ساحة يعقوب المنصور الموحدي الموجودة في مدينة الرباط على مرتفع مقابل لمدينة سلة اللي بتطل على نهر أبي الرقراق وقريب من مصبه بالمحيط الأطلسي. وجات فكرة بناء الصرح العظيم ده لتخليد ذكرى ملك المغرب الراحل الملك محمد الخامس، كما ان المكان بيحتوي على قبري الملك الحسن الثاني والامير عبد الله. والملك محمد الخامس اللي اتولد سنة 1909 وتوفى سنة 1961 كان ملك من الملوك العظام اللي بيحظى بالكثير من التقدير من الشعب المغربي والعالم، وبتشهر السلطان في أوروبا بأنه الملك اللي رفض تطبيق القوانين المعادية للسامية اللي سنها نظام فيتشي، بالإضافة إلى حماية حوالي 400,000 يهودي مغربي في الوقت ده. وبيعتبر الراحل الملك محمد الخامس بمثابة أب للدولة المغربية الحديثة وواحد من الشخصيات الرئيسية اللي كانوا في المفاوضات حوالين استقلال المغرب. تعالوا ندخل الضريح والمسجد ونشوفه من جوه. وتم نفي السلطان محمد الخامس لجزيرة كورسيكا سنة 1953، وتنفى السلطان بعد كده مرة تانية لجزيرة مدغشقر نتيجة دعمه لحركات الاستقلال في بلاده المغرب. ونتج عن قرار نفيه لجزيرة مدغشقر اللي اخذته سلطان الحماية الفرنسية موجات من العنف في كل البلاد، ادت لعودة الملك بعد كده للمغرب مرة تانية سنة 1955، وحصول المغرب بعد كده بسنة واحدة سنة 1956 على الاستقلال بعد سنوات طويلة من النضال. وهناك سببين لاختيار ساحة يعقوب المنصور الموحدي عشان تكون مكان لتشييد ضريح الملك محمد الخامس. اولا ان الملك محمد الخامس صلى فيها اول صلاة الجمعة جمعت الاف المؤمنين من الرجالة والستات والشباب والمسنين، وده بعد عودته من المنفى سنة 1955. والسبب الثاني ان المكان ده شهد الوداع الشعبي الكبير لتشييع جنازة البطل العظيم بطل المغرب الملك محمد الخامس رحمه الله. واستغرق بناء ضريح الملك محمد الخامس بتكليف من الملك الحسن الثاني تقريبا 10 سنين من وقت ما بدأوا تشييد الضريح سنة 1961 لغاية ما ختموه سنة 1971، وشمل بناء الضريح تجديد ساحة المسجد الموحدي اللي كانت متدمرة في زلزال قبل كده. ولما نشوف المعلم التاريخي من الناحية المعمارية والجمالية هنشوف ان هو مش مجرد ضريح عادي، وانما هو تحفة فنية فريدة قل نظيرها في العالم كله.
فالتحفة دي ممكن اعتبرها ملخص لإبداعات الصانع المغربي وعصارة لعقود من التجارب اللي اترقمت على أيدي الفنانين المغاربة. فتم تشييد الطريح ده على مساحة 1500 متر مربع وصممه المهندس المعماري الفيتنامي كونغ فان توان اللي جمع بمهارة بين الأشكال التقليدية والمواد الحديثة في البناء. ويعتبر الضريح لما تشوفه عجوبة معمارية حقيقية من عمارة السلالة العلوية، ويكون واقف كده على منصة مرتفعة ومكسوب الرخام الأبيض، ويتميز الجزء الخارجي منه برواق من الأقواس المغربية وسقف أخضر هرمي. تم نحت أسطح والجدران فوق الأقواس بزخارف السبكة المغربية النموذجية، وغالبا ما بيتواجد قارئ للقرآن في الموقع وله مقعد مخصص دائم للقراية. الضريح مفتوح يوميا من شروق الشمس لغاية غروبها، وتسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2012. وألف رحمة ونور على الملك العظيم الملك محمد الخامس رحمه الله. هصلي للملك ركعتين رحمة عليه وبعدين نكمل اكتشافنا للمكان. وأول ما طلعنا من الضريح قدامه على طول موجود حاجة اسمها مسجد وصومعة حسان. صومعة حسان بتكون واحدة من المباني التاريخية المتميزة بمدينة الرباط، لدرجة ان هي يمكن تكون تقريبا شعار المدينة. فتم تشييد الصومعة او المأذنة اللي كان المفروض تكون جزء من جامع اسمه جامع حسان، اتشيدت في عصر دولة الموحدين بناء على امر الملك يعقوب المنصور الموحدي سنة 1198. كان المفروض وقتها يكون الجامع ده اللي هو جامع حسان اكبر المساجد في عهده، لكن المشروع الطموح اتوقف بعد وفاته سنة 1199، وتعرض بعد كده للاندثار اكتر بسبب زلزال ضرب الرباط سنة 1755. وبتشهد الاثار الباقية على مدى ضخامة المبنى الاصلي للمسجد، يعني بيوصل طوله زي ما انتوا شايفين ل 180 متر وعرضه 140 متر. اما الصومعة او المأذنة اللي بتعد واحدة من الشقيقات الثلاث لصومعة الكتبية بمراكش والخيرالدة بإشبيلية، بتدل على قد ايه المسجد ده كان ضخم لما تكون المأذنة تبعه ضخمة بالشكل ده. واختيار المسجد اللي ممكن تتجاوز مساحته 2550 متر مربع مدينة الرباط عشان يكون اكبر مساجد بالمغرب ويمكن في الشرق كله وقتها، ان الموحدين كان هدفهم ان يخلوا مدينة الرباط مدينة كبيرة واهم مدينة، يمكن اهم من مدينة فاس ومراكش وقتها. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بوفاة ابي يوسف المنصور قبل ما يكمل بناته، وكمان انه كان بيستنفس موارد كتير من الدولة بالاضافة لعمليات السلب والنهب بالخشب المسجد، لدرجة ان خراسنة سلا والرباط صنعوا السفن تبعتهم من اخشاب الجامع ده وسموها بسفن الكركجية، اتمنى اكون بنطقها مظبوط، عشان يجي زلزال لشبونة بعد كده سنة 1755 ويوقع عمدته اجزاء كبيرة من السور المنارة، وحريق تاني كمان بعد كده دمر الاجزاء الباقية من الجامع واكل شوية الخشب الباقيين مع رطوبة البحر عشان يحولوا الجامع في الاخر لأصل ومجرد اطلال. والمسجد زي ما قلنا بيبلغ طوله 183 متر وعرضه 139 متر، ومساحة قاعة الصلاة لوحدها كانت ازيد من 1932 متر مربع، وهي مساحة غير معهودة في قاعات الصلاة الموجودة في الجوامع التانية. والمسجد من ضخامته مش زي بقيه المساجد المغربيه له صحن واحد، ولكن له ثلاث صحون، واحد قريب من المناره وصحنين تانيين في الوسط وفي جنبه التاني. اما الاعمده بتاعته فبيتفاوت علوها من 3 متر ل 6 متر، وعدد عواميده وصل ل 400 وعدد ابوابه وصل ل 16، لكن الباقي منهم تقريبا 200 عمود. وبقايا اسوار المسجد بيحرسوها قوات من الحرس الملكي المغربي. تخيلوا لما ده يبقى سور المسجد يبقى قد ايه كان حجمه، ويقولوا ان ارتفاع الابواب هنا كان ضخم وبيوصل تقريبا لاكثر من 10 متر. تخيلوا الجامع ده كان قد ايه كبير.
أما الصومعة الغير مكتملة فبتكون مربعة الشكل وبيكون موجود في موقع استراتيجي على الضفة الجنوبية المرتفعة لنهر أبو ركراك عشان يوفر مشهد مهيب ممكن رؤيته في الأفق على بعد كيلوات من الموقع هنا، وهو مصنوع من الحجر الرملي اللي تحول لونه للأحمر على مر القرون، ومخططه مربع زي المآذن الموجودة في المنطقة، طول ضلعه 16 متر، ولكن بدل من السلالم بيتم صعود هيكله عن طريق المنحدرات عشان يوفر على المؤذن تعب انه يطلع للسلالم لفوق، وبدل ما يطلع من السلالم ويوصل فوق هل كان من التعب، كان ممكن المؤذن انه يوصل لفوق بسرعة وهو راكب الخير ويوصل بدون تعب لأعلى البرج عشان يأذن وقت الأذان. وتخيلوا متانتها قد ايه لدرجة انها نجت من الزلزال المدمر اللي قلتلكوا عليه اللي حصل سنة 1755. ورغم ان البناء تم تشييده من قبل ابو يوسف يعقوب المنصور الا ان بأمنا يحمل اسم حسن لسبب غير معروف، والمعروف انها تسمت بالاسم ده في القرن ال13، ومفيش اي اثبات للفكرة اللي بتقول ان ممكن يكون الحسن ده يكون الاسم الاول للمهندس المعماري اللي صمم البرج. وبعد وفاة المنصور سنة 1199 توقف البناء في البرج ده بعد ما وصل ارتفاعه ل 44 متر، يعني حوالي نص الارتفاع اللي كان مقصود يبنوه وهو تقريبا 86 متر. والصومعة بتتكون من 6 غرف في 6 طوابق، وده على النمط الأندلسي المغربي. الاندلسي المغربي، وبرجع اقولها مرة تانية عشان الناس بتقولي لي اندلس انت بتقولش ليه ان هو بينتمي للمغرب، بيرجع للنمط الاندلسي المغربي اللي كان موجود في القرن ال12. وكان من المفترض كمان ان يكون هنا في غرفة مقببة متحاطة طبعا بالمحاضرات عشان يوصلوا لفوق، ومتنورة بنوافذ على شكل حدوة حصان متثبتة على جوانب البرج، وتم تزيين الجزء الخارجي منه بألواح من نقش السبكة بالإضافة إلى أعمدة وتيجان متداخلة منحوتة من نفس الحجر الرملي زي البرج نفسه زي ما انتوا شايفين، وبيشكل برج حسان إلى جانب بقايا المسجد وضريح محمد الخامس الحديث بيشكلوا مع بعض أهم المجمعات التاريخية والسياحية الموجودة في مدينة الرباط. الترامواي، بص يمين وشمال أحسن يجي الترامواي، وراجعين على المدينة القديمة ولكن ميتين من الجوع، فحنجرب أكل الشارع المغربي ونشوف طعمه عامل إزاي ونقول لكم رأينا. تعال ندوق هب ريشة القصب عند عم محفوظ. انا هاكل واحدة بريشة اشوفها ايه هي. ماشي ثلاثة هبروش ثلاثة ايه الهبريشة؟ ايه مكونات هالهبريشة؟ بيض ولحمة؟ بيض ولحمة لحمة يا عم لحمة إلها بروشة. هبريشة أنا بقى من غير حاجة ولا حار ولا كاتشب ولا حار ولا شكرا جميلة واحلى اكل الشوارع لحمة وبيض وبندورة ورز وحاجات تانية كتير كده اسمه ابريش والله اجى صحن كبير كسكس كل هذا ثمنه 43 درهم يعني حوالي 4 يورو 30 سنت كل هالصحن يا جماعه مع الشوربه 50 سنت
يعني 4 بسرعني أقل من 5 يورو شوربة والصحن الضخم الجميل. يا ترى ايه طعمتك يا صح؟ ايه طعمتك يا صح؟ ما بيعرف الكسكس يا جماعة، هو هذا النوع من ال هذا النوع من الطحين، اسمه ايه ده، طحين ولا ايه؟ كسكس. كسكس عليه لحمة وخضار وعليه هذا العصير، تعمل كده وتاكل بقى عشان ندوق اول طعمة الكسكس. نوعاً دمرت الطبق خلص، روح انا مش هاكله، انا عايز 5 كتفوني، وشي بقى مدور، كرشي بقى كبير، هنموت من الكسكس والطاجين، قتلنا الكسكس والطاجين، انا هموت من الاكل كتير يعني، الاكل الطاجين والكسكس ده هيموتنا. نرجع ندور عليه فين؟ في هولندا. خلص 70 لوحده لوحده بعد اسبوع هنا كرشي بقى، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالاكل معانا. يا الله تعب كتير وختمناها باكل كتير، انا مش عارف اوصل البيت ازاي النهارده. مدينه الرباط من اجمل مدن البحر، من اجمل مدن المحيط، واهل الرباط على راسي، مفيش حد بنشوفه غير لما بيستقبلنا ويضحك لنا ويبقى عايز يودينا مكان ويعزمنا. فعلا اهل الرباط اهل الكرم، وانا بحيي احلى تحيه لكل اهل الرباط، وان شاء الله كل واحد يزور الرباط يلاقي نفس المعامله حتى لو ما كانش بيصور فيديو. وكده يكون خلاص يومنا، اتمنى يكون اليوم عجبكم، انبسطتوا برحلتنا النهارده في مدينه الرباط. بكره يوم تاني ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو بس مش تعملوا لايك، تبعتوا لاصحابكم اللي بيحبوا السفر الرحلات، واكتب لي بالتعليقات هل فعلا حسيت كانك كنت معايا بالرحله وكانك كنت هناك، حسيت انك انت اخذت تجربه السفر معايا. انا بعتبر اللي بيشوف الفيديو كانه رفيقي وكانه زميلي بالسفر، عشان كده بنبسط لما حد يكتب لي تعليق ويقول لي انا انبسطت بالرحله. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، وسلام.